الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين. وبعد، أيها الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله. ربما تقولون: إيش السبب الشيخ الآن يبتسم؟ أنا أبتسم، بل قال: من شر البلية ما يضحك. لما يجي رمضان، لما يدخل علينا هذا الشهر، وبالمناسبة نهنيوا بعضنا، إذا جاء رمضان نهنيوا بعضنا بهذا الشهر، فإن النبي كان يقول لأصحابه: ها قد جاءكم رمضان، يعني يهنئهم ويبشرهم. فإذا جاء رمضان نهني بعضنا البعض بهذا الشهر المبارك. في رمضان يصبح الناس ينوضوا، وبالأخص مع المساء، يعني في الأيام الأولى كذا، لما يقرب المغرب نشوفوا العراك، نشوفوا الدبزة، الخناجر، السيوف، السب، الشتم، الضرب، شو كاين؟ يقول له: خليه غلبوا رمضان، ورمضان هذا ولاكم جاي لكم الناس، هذه مصيبة هذه. نزيدوا نحسنوا في رمضان. مش علماءنا قالوا وما يتكلموا على رمضان يقولوا: شهر تهذب فيه الأخلاق والسلوك، وهو شهر الرحمة والمغفرة، وهو شهر التوبة. هذا كلام، هذا كلام. هذا الآن ميدانيا تخاصمني في رمضان، تشاجرني في رمضان، تضربني وأنت صائم. الإسلام قال لك: حتى إذا قال لك شي كلمة، إذا قال لك شي كلمة، ما تردش السوء بالسوء، ولا ترد السيئة بالسيئة. خاش تعرفوا علاه؟ خاش الإسلام يبحث عن المستويات العالية. الإسلام مش تاع الأرض، الإسلام تاع السماء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر: قال صل من قطعك. شوف فوق، ديما الفوق، شوف. أعطي من حرمك، وأدي الأمانة لمن ائتمنك، ولا تخن من خانك. بالله عليكم، هذه الإرشادات النبوية، هذا الكلام المسبوك المحبوك الذي قاله رسول الله عليه الصلاة والسلام، شو يبين فيه؟ يبين بأنها رسالة سامية، بأنها مستويات عالية ونماذج راقية، حاجة كبيرة الإسلام، حاجة. ولهذا حنا لازمنا نطلعوا إلى مستوى الرسالة. تسب ربي في رمضان وانت صايم، والهبال الكبير عند المغرب، تقدر تقول هذاك الدعاء: بسم الله ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر. إن شاء الله مش من أجر ثبت لك وانت تسب في ربي في رمضان، وانت ضربت الناس وشتمتهم وعاركتهم وخاصمتهم وتعديت عليهم، ثم عند المغرب ترفد حبة التمر ولا كوب من الماء، ثم تقول: بسم الله ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر. إن شاء الله مسكين هذا رجل، مسكين ومحروم، والمحروم من حرمه الله. كاين ناس أتقياء، كاين ناس أتقياء مع ربي في شهر رمضان، مع ربي عز وجل، يعيشوا هذيك الأيام اصطفاء وانتقاء وطهر وصفاء وعبادة وإخلاص وقربة وطاعة ومعروف وإحسان، وخايفين من ربي سبحانه تبارك وتعالى. وانت يا الزعيم تجي تسب النار في رمضان، وتضرب الناس، وتشتم الناس، وتعارك الناس، وتخاصم الناس، ثم تأتي في المغرب وتقول: بسم الله ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر. إن شاء الله. الأخلاق، وبالمناسبة هذا راه باب كبير، وإحنا فيه بعيدين كل البعد عن هذا الباب الكبير هذا، نتاع الأخلاق، نتاع التربية، نتاع الأداب. فالأمم المكارم الأخلاق، ونبينا عليه الصلاة والسلام كان يقول كما في الحديث الصحيح الذي تحفظونه والذي نحفظه، لكن احنا نريده ميدانيا: أن تعاملني بالأخلاق وأن أعاملك بالأخلاق. كان يقول: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. في رواية صحيحة: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. في رمضان، أيام السنة احنا متخلقين، في رمضان تزيد تعلو الأخلاق نتاعنا، تترفد للسماء، ونحافظ على صيامنا، لخطش إذا ظهرت منا التصرفات الغير اللائقة فإنها محبطة لأجر الصوم. ألم تسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رب صائم ليس من صومه إلا الجوع والعطش. صح، إلى الصباح يأخذ هذه الوجبة نتاع السحور،
وبعدين يطلع النهار تقول عليه ما صايم، يقول الكلام الفاحش، يسب ربي يسب الدين، يتعدى، هذه مصيبة، يتعدى على والديه في البيت هو صايم، يتعدى على الزوجة المسكينة اللي راهي توجد في الوجبة نتاع الإفطار، يتعدى على جيرانه، يتعدى على الناس، يسب يشتم يلطم يدير، وين هذا؟ رب صائم ليس من صومه إلا الجوع والعطش، لم يحفظ لسانه، لم يحفظ بصره، لم يحفظ سمعه، لم يحفظ اليد نتاعه من البطش، لم يحفظ القدم نتاعه. فالمسلمون من سلم الناس من يده ومن لسانه، أين هذا في رمضان؟ فلما قيل لي الإخوة يعني أصحاب هذا المبادرة الطيبة قالوا الخصومة في رمضان كيف، أنا صايم قربة وطاعة لله عز وجل وخاصم الناس في رمضان. رمضان شهر الاصطفاء، الانتقاء، شهر القرآن، الصلوات، المحافظة على الصيام، الأخلاق، الإحسان، المعروف، البر، التقوى، لأنها فرصة العمر. ربما إنسان يصوم بعد الصيام ربي يقبض روحه، لا بجي ما يكونش. ولهذا من فضل الله علينا، يعني إذا وصلنا صمنا فإنه من فضل الله علينا أنه عز وجل ناس توفاهم ماتوا إنهم الآن تحت الثرى، وأنت أبقاك لهذه الفرصة العظيمة أنك تصوم. كيفاش يكون الصيام؟ قال إيمانا واحتساما، لكن ماشي خصومة وفجورا ولعن وسب وشتم وخصومة وفساد في الأرض. أين هي حقيقة الصيام؟ فاش هو صايم، قالوا هذا وصايم ما كلاش الغدا ما تغداش، والعشوة عند هذا المغرب يتعشى، هذا هو الصيام. فأين هو من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه؟ فنسأل الله تعالى أن يعافينا من هذه المصيبة، مصيبة الخصومة والاعتداء على الآخرين في شهر رمضان. وبحجة ماذا؟ بحجة غلب الصيام ولا غلب رمضان كما يقولوا عوامنا وإحنا حفظناه وإحنا صغار، يقولوا خليه غلب رمضان. هذا الكلام الباطل هذا. إحنا نصوم لله وطاعة لله وامتثالا لأمره، ونريد الأجر ونريد الثواب من وراء هذا الصيام، نريد أن يدخلنا الله الجنة بهذا الصيام، حتى أن في الجنة باب يقال له الريان لا يدخله إلا الصائمون. وبالمناسبة كثير من الطاعات رب تعالى بيّن ما يترتب عليها من الأجر والثواب، لكن الصوم 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 قال فإنه لي وأنا أجزي به. والآية التي تقول الآية في القرآن إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، علماء التفسير قالوا إنما يوفى الصائمون أجرهم بغير حساب. والصوم يعلمك الصبر على الطاعة والصبر على المعصية وألم الجوع وشدة العطش محتسبا، كما قال الله تعالى لعلك ترضى لما ربي قال موسى وما أعجلك عن قومك يا موسى، قال عجلت إليك ربي لترضى. فنصوم لترضى يا رب، ونمسك عن المفطرات وعن جميع الشهوات من طلوع الفجر الصادق إلى الغروب، طاعة لك وامتثالا لك لعلك ترضى. سبحانك لا إله إلا أنت، إنا كنا من الظالمين. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. والأمة الإسلامية ربي بارك لها بهذا الشهر لتصمنا عليه أيام معدودة، وفي الأمة الإسلامية ربي بارك للشعب الجزائري المسلم هذا، ربي بارك له إن شاء الله في رمضان هذا، وربي عنا ويعن على صيامه وقيامه إيمانا واحتسابا، والله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.